بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صورة لكن ما شرحتها بالسابق، وطلبوا أخوة كثير يعني أصدقاء. أنا كثير يعني تجيني رسائل، وأي رسالة تجيني يجب أن أجيب عليها دون ذكر الاسم طبعا. فأنا بدورة تدريبية وقلت لأحد طلاب الدورة التدريبية اليوم ندرب هاي الفعالية وأشرحها له، أقول له نفس الوقت الطلياس اللاعب الحرس المرمى 1 و2 و3 و4 يلعبون كرة لأول لاعب بالمجموعة، أول لاعب المجموعة يستلم الكرة يدحرج مسافة 10 ياردة يعني بعيدا عن الهدف، الهدف يكون بعيد تقريبا 15 ياردة بالبداية ويصوب. فالواحد يستلم الحارس واحد ويصوب، الحارس الثاني يستلم وهكذا. وتنفذ الفعالية يعني كل لاعب مرتين فقط، مرتين كل لاعب مرتين، ويرجع اللي يصوب يرجع لنفس المجموعة تبع له. وأقول للمدرب هل يمكن أن نطور لهذه الفعالية لنذهب للساحة؟ نذهب للساحة بعد أن نخلص النظري، أعطي واجبات المدربين يطبقوها، أنا أعطيه مو هم يأتون بالفعالية، أنا أعطي الفعالية، أنا أطلب منهم تطبيق فعالية بعد أن أشرح نظري ويروحون للملعب يطبقوها ويطوروها. هذا أسلوبي في التعليم. فإذا المدرب قال لي أريد أجعل هاي أكثر واقعية، أقول لك كيف تجعل أكثر واقعية؟ يقول لي لأن الواحد إذا مر للواحد ما أريد يصوب على نفس الهدف اللي استلم منه، أريد يذهب من يستلم من واحد يذهب باتجاه الهدف اثنين ويصوب، واثنين اللي استلم اثنين من اثنين الحارس اثنين يروح باتجاه الهدف ثلاثة ويصوب، وثلاثة اللي استلم من الحارس ثلاثة يذهب باتجاه الهدف أربعة ويصوب، واللاعب أربعة اللي استلم من اللاعب من الحارس أربعة يذهب باتجاه الهدف واحد ويصوب، وكل من يرجع خلف المجموعة اللي أمام الهدف اللي صوب عليه. فواحد بعد التصويب على اثنين يروح خلف مجموعة اثنين، اثنين بعد التصويب على هدف ثلاثة يروح خلف مجموعة ثلاثة، ثلاثة بعد التصويب على هدف أربعة يروح خلف مجموعة أربعة، وأربعة خلال التصويب على هدف واحد يروح خلف مجموعة واحد. درنا اللاعبين وتقربنا من الواقعية أنه أنا استلم الهدف واحد أهاجم الهدف اثنين بتحرج أروح أصوب وهكذا البقية، وفي نفس الوقت يكون الطالب قد حقق نجاح. يعرض الفعالية لكل لاعب، يعني لحين أن كل لاعب من اللاعبين ينفذ الفعالية، يعني لحين أن مجموعة واحد تأتي كلها مكان مجموعة اثنين، ومجموعة اثنين تأتي كلها مكان مجموعة ثلاثة، ومجموعة ثلاثة تأتي كلها مكان ومجموعة أربعة تأتي كلها مكان مجموعة أربعة وتنتهي. يعني ما أريد أن المدرب في الدورات التدريبية يدرب نص ساعة عشان يعطي وقت للبقية، فقط يعطي الفكرة ليس أكثر. وهذا شيء جيد. وأنا الآن لو قدر لي أن أضع هذا بالمتحرك راح أشوف من أحسن تمارين تصويب الأداء الفني بدون ضغط أبدا. هذه دورات تدريبية سي، دورات تدريبية بي، ممكن دي، لأن كلها بسيطة في التنظيم وبسيطة بالفهم وبسيطة في التنفيذ إذا كان هناك 4 أهداف متحركة. إذا كانت 3 عملها على 3 بس. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا.